صدق الله عليه وبلغ رسوله المصطفى الامين. نحن على ما اعطاكم وخالقنا ورازقنا من الشاهدين. الله ترتاح النفوس وترتاح القلوب بسماعك بالعزه والجبروت جل جلاله. كيف لا نرتاح وكيف لا تطمئن القلوب ونحن نسمع اعظم كلام وكلام رب العزه جل جلاله. فنسال الله عز وجل اخونا القارئ ان يبارك له في صوته وان يجعل هذه التلاوه العطره في ميزان حسناته وان ينفع بها جميع الحضور والسامعين. امين امين والحمد لله رب العالمين. نسعد ونفرح ايها الاحباب في هذه الجلسه الطيبه المباركه في هذه الامسيه من امسيات الله عز وجل في هذا اليوم من ايام الله تعالى. وذكرهم بايام الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اعظم فرح واعظم نعمه هو ان نجتمع على السماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ان نجتمع على معرفه رسول الله، هو ان نجتمع ان نعرف اخلاقه وصفات رسول الله خلقه وخلقه. يعني سعداء ايها الاحباب بهذا الجمع المبارك وهذا من توفيق الله عز وجل، لان من اسباب السعاده ايها الاحباب في الدنيا والاخره ان يهيئ الله عز وجل لعبد من عباده او لعباده اسبابا لطاعته واسبابا يعني لذكره. وهذا يعني هذا المجمع المبارك طيب، نسال الله عز وجل ان يجعله طيبا مباركا وان يتقبل منا ومنكم. والله ايها الاحباب يعني كلمات تذهب في حضور هؤلاء الساده العلماء، هؤلاء المشايخ، ونستسمحهم ان نتصدر امام هذه المجالس ولسنا باحسنه، ولكن يعني من باب التكليف وليس التشريف، وسلط علينا هذا الامر. اسال الله عز وجل ان يوفقنا وان يرزقنا الثبات وان يجعلنا واياهم من اهل القران، وان يحفظنا واياهم. امين امين والحمد لله رب العالمين. نحيي جميع المشايخ الذين حضروا، كل باسمه وكل بمقامه، السيد رئيس البلديه وكل اخواننا الشباب والشيوخ والاباء. نسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يعشر خطواتكم وان يجعلها في ميزان الحسنات. ذكرنا اليوم ايها الاحباب واجتماعنا اليوم يعني سمينا هذه الامسيه من امسيات الله عز وجل الامسيه المحمديه، صلوا على رسول الله. وجعلنا شعارا لهذه الامسيه، هذا الشعار هو السيره النبويه منهج حياه وطريق النجاه. والله اذا لم نجعل سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا لحياتنا لن نعرف الطريق الى الله عز وجل. والله اذا لم نجعل سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منهاجنا وهي طريقنا لا نعرف طريق النجاة من الله عز وجل. فبرسول الله عز وجل عرفنا الله عز وجل، ولولاه ما تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا عرفنا الطريق لربنا. فهو الهادي الذي هدانا يعني الى طريق الله عز وجل وارشدنا الى طريق الله عز وجل. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصل عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلاة تكرمنا بها من ظلمات وهمك وتفرج عنا بها ما اشكل حتى يفهم انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخلص اقرب ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد دينا اياه. صلوا على رسول الله. اذا اجتماعنا اليوم ايها الاحباب بحضور هؤلاء الساده المشايخ لعلنا نستفيد منهم ونستفيد من علمهم، نستفيد من كلامهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم يذكروننا ويبيروننا خصال رسول الله واخلاق رسول الله وشمائل رسول الله وهدي رسول الله وسيره رسول الله العطره التي لا يمل سماعها ولا يمل ذكرها. بدايه الكلمات ايها الاحباب يعني يحضر معنا الشيخ حسين صديق امام وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين.
معاشر إخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحده الحدود، وبحر لا ساحل له، والرسول عليه الصلاة والسلام يذكر وفي الساعة ملايين المرات، يذكره الناس إذا أرادوا أن يفتتحوا مجلسا كمجلسنا هذا. الإنسان يثني ويحمد الله بما هو أهله ثم يصلي على رسول الله في كل مجلس له. والأذان نقول فيه أشهد وأشهد أن محمدا رسول الله، والإقامة التي هي أذان الناس وقريبة من الصلاة كذلك نصلي فيه نشهد فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصلاة قد نقرأ آيات تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افتتح بها الإمام قراءته في الركعة الأولى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي الركعة الثانية كذلك، وقصة الصبح والضحى ألم نشرح لك عطيناك الكوكب، كلها جاءت في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام حب الناس أحبوه واجتمعوا حوله وآمن به خلق كثير لصفات عظيمة. صفات الإيمان من القرآن وهي التي سمعتموها قبل قليل في الركعة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وهذا صفاته عزيز عليه ما عنتم ثقيل عليه. أي شيء؟ عانتكم مشقتكم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليرفع المشقات والأثقال عنه، وهذا ظاهر في كل أمر أمرنا وفي كل نهي نهانا. الشريعة اللي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي رفع الأثقال عنه، وهو لا يملك لنا مشقة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفي الآخرة إذا طال على الناس الموقف فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدم لطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى حتى ترفع عن الناس المشقة وهم في اليوم الآخر. هذه الصفة جاء ليرفع عنا المشقة في كل شيء، وشريعته جاءت سهلة، وصفاتها قد ذكرت في القرآن، والله سبحانه وتعالى قد قال في آيات كثيرة عند نهاية يعني أمر أو نهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. آية هذه الآيات تبين لنا أن هذه الشريعة
إيماننا على هدايتنا. لذلك كان أكثر الناس تبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر الناس تبعا. كان ينتظر الإيمان والإسلام من أكثر الناس. في يوم من الأيام جاءه أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المشهور المكثر من رواية الحديث. هذا الصحابي يجعل أوشجع ودعاها للإسلام أكثر من مرة ولكنها لم تستجب. وفي يوم من الأيام دعاها فأسمعته كلاما في رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه دعاء. البنوة حلال البنوة اتجه إلى النبوة يطلب دعاء ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. هذا يعني جر مع أمه أقرب الناس إليه ولكنها لم تستجب فلم ييأس واتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه دعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهدِ أم أبي هريرة. والدعاء استجيب منه. يعني ولما ذهب على الصحابي الجليل إلى أمه وجد يعني كانت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية فارحا ويخبره بالبشرى. جاءه في المرة الأولى باكيا يطلب منه يعني أن يدخل هذه الأم إلى حظيرة الإسلام. وفي بعد دقائق أو يعني بعد مدة قصيرة جاء يبشره بإسلام أمه. هذه الأم لما أسلمت دخلت في الزمرة التي ذكرته الآية الموالية: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز عليه يعني على المشقة الناس وحريص على إيمان الناس. هذا الرسول هذه صفاته وفيه صفات أخرى ذكرت آية أخرى. فمن دخل فمن آمن به ودخل في الإسلام يدخل في قوله تعالى يعني للمؤمنين رؤوف رحيم يكون ممن يعني ممن تشمله هذه الصفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني رحيم بالمؤمنين جميعا بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد جاءت رحمته في آية أخرى عامة للناس هي عامة للخلق جميعا وحتى لغير الإنسان حتى المخلوقات هي عامة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذه هي رسالته، رسالة الرحمة ورسالة يعني فيها الخير الكثير. فإذا كانت فيها هذه الرحمة ونحن يعني إذا تعلمنا الرحمة منه فعلينا أن نتراحم فيما بيننا، نتراحم فيما بيننا ونحن في بيوتنا، نتراحم فيما بيننا ونحن يعني في جوار بعضنا بعض، ونتراحم فيما بيننا ونحن نتكلم مع بعض. في كل شيء نقوم به يجب علينا أن تحضره هذه الرحمة التي هي من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علمنا هذه الرحمة، علمنا هذه الرحمة لعيشنا. فرسالته هذه عنوانها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نكتفي بهذا القدر ونحيل الكلمة إلى السادة المشايخ ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل من حضر هذا المجلس أن يجعل هذا يعني الجمع وهذه الساعة تكون شهدة
لنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. آمين. جزا الله شيخ الصديق عنا خير الجزاء بهذه الكلمة التي أجاب بها الأطباء. كيف لا يعني وتكلم عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج من بيته يجد القمامة فيحمل هذه القمامة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني يبعدها عن بيته. اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد القمامة ما لقاش الزبل أكرمكم الله عند الباب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا يعني يهودي هو لا يريد إلى الأذى ويعرفه ولكن ما أذاش النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الفعلة فقيل له أنه مريض مرض الموت يعني رجفه بالتعب فهار عن النبي صلى الله عليه وسلم يجري إلى بيته حتى يعوده يهودي وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهار عن النبي صلى الله عليه وسلم يجري حتى يعوده لعله يدرك قبل أن يموت. فدق النبي صلى الله عليه وسلم باب ذلك اليهودي ودخل عليه فلما رآه الغلام يعني أدرك أن هذا النبي هو على الحق فنظر إلى أبيه الأب تاع الغلام اليهودي أمامه يعني خاف الله يعني الإسلام تاعه وكف دمه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا أشرع عبد الله رحمة تعالى الحمد لله الذي أنجاه من النار الحمد لله الذي أنجاه من النار رحمة للعالمين حتى بالكافرين يريد أن يدخلهم في دين التوحيد حتى لا يذهبوا إلى النار. لذلك صدق في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوا على رسول الله. رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض الفضائل لم يعطها في العالمين سواك سواك في خلق عظيم واتقى فيك الجلال فجل من سواك سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلك إلينا رحمة ما ظل من تبعت خطاه خطاك كنا حيارا في الظلام كنا وربي غارقين ببغينا حتى ربطنا حبلنا بغراك لولاك كنا ساجدين لصخرة أو كوكب لا نعرف إشراك لولاك لم نعبد إلها واحدا حتى هدانا الله إلى هداك. أنت الذي حن الجمال بعطفه وشكا إليه الحيوان يوم رآها رآك والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك ماذا يزيدك منحنا وثناؤنا والله بالقرآن قد زكاك ماذا يفيد الذب عنك وربنا سبحانه بعيونه يرعاك بدر تحدثنا عن الكف التي رمت الطغاة فبوركت كفاك والغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم غفت به عيناك لم أكتب الأشعار فيك مهابة تغضي حروفي رأسها لعلاك لكنها نار في أعدائكم عاد إله العرش من عاداك إني لأرخص دون عربك مهجتي روح تروح ولا يمس حماك لك يا رسول الله لك يا رسول الله نبل قصائدي لو كان قنب القصيد فداك صل على رسولنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة طيبة مباركة بعلمك تهدي بها قلوبنا وتشفي
وأشرح بها صدورنا وزين بها قلوبنا وأبصارنا وتهدينا بها طريقك المستقيم. نجدد أيها الأحباب التلحاق في المشايخ الأفاضل، يعني جونا من بعيد ومن قريب، كاين خوتنا المشايخ ومن البزوار، كاين من تونان، كاين من تلمسان، كاين من المغنيه، يعني من كل مكان اجتمعوا اليوم على طاعه الله واجتمعوا على ذكر الله واجتمعوا على السماع عن رسول الله. نسال الله عز وجل ان يبارك فيهم وان يعشر خطواتهم وان يجعلها في ميزان حسناتهم. امين امين والحمد لله. إذا أول كلمات أيها الإحباب المشايخ، يعني الشيخ محمد صدق، الشيخ محمد الصباحي هو الأول راه الحاضر نحصلوه. الشيخ محمد يعني غني عن التعريف أيها الإحباب، يعني يحسبه من الدعاة إلى الله عز وجل، من الدعاة العاملين الذين ينذرون في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وفي سبيل التبليغ عن الله عز وجل، وفي سبيل يعني دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل يبارك فيه ويبارك في علمه فليتفضل بإذن الله عز وجل في أول هذه الكلمات مشكورة بإذن الله عز وجل غير محمود. بلغ الرسالة ونصح الأمة، فشفى الله في الغم وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عني خير ما جزيت نبيا عن دعوته ورسولا عن رسالته، وصل اللهم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الملك الكريم، أحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله تعالى وبلياكم وأفرحكم وأسعدكم وجعل جنة مأواكم في هذا المقام الكريم وفي هذه الساعة وفي هذه الدقائق التي تمر بنا لا نظر فيها إلى الحرام ولا مد يديك الى منكر ولا خطوه تجدك الى فاحشه. حسبنا ايها الاحبه اننا في مجلس لا يشرى فيه جالسون ابدا، وهذا موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. الشكر لله تبارك وتعالى ايها الاحبه على منه واحسانه على أن وفقنا لهذا اللقاء الكريم المبارك واللقاء بهذه الوجوه الكريمة الطيبة المبارك. شكر الله تعالى لسادة أئمة هذا المسجد القائمين على هذا المسجد شيوخا وشبابا وكهولا. شكر الله لكم هذه الدعوة وهذا الحرص، وإن كنا لسنا أهل البداء. شكر الله لكم هذه الدعوة والتي من خلالها نخاطب أهل هذه البلدة الطيبة في هذا المسجد العامل بالإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان الحسنات، وأن ينفع بها، وأن يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحة أيها الأحبة، وفرصة عظيمة وكبيرة أن نلتقي بإخواننا من أجل ماذا؟ من أجل أن نجدد الإيمان، من أجل أن نجدد العهد والميثاق بالله تبارك وتعالى. أؤكد حضوري أيها الإخوة، وقد قطعت مسافة طويلة من مدينة تلمسان إلى هنا، أؤكد حضوري من أجل أن نبلغ كلمة الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن ننور العقول وأن نفتح العقول وننور القلوب. لقاؤنا أيها الأحبة هو لقاء تجديد العهد
تبارك وتعالى. وكيف لا نجدد العهد والميثاق بالله سبحانه وتعالى والذي علم تجديد العهد والميثاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي ببركته هدى الله البشرية من ضلالة، تبصره بالعمى وأرشده بالغيب، وتركهم على حجة بيضاء لما في نهارها لا يزيغ عنها هالك، ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هدى الله هذه البشرية التي كانت تعيش في التيه. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه: لا خير في بشرية لانت في أيدي الدجالين وكفرت بالعرب. كان العرب أو كان الناس احترف بيت ما جاء في صحيح مسلم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إما من أهل الكتاب الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وحرفوا الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وإما من العرب الذين أقبلوا على ما استحسنوه من عبادة الأصنام والأوثان وشرب الخمور ووأد البنات وسفك الدماء لأتفه الأسباب. فهدى الله هذه البشرية جمعاء ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: فإنه لم تمسِ بها نعمة ظهرت ولا بطنت، نلا بها حظا في دين أو دنيا أو دفع بها عنا مكروه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبها الهادي إلى خيرها والداعي عن شرها، وصلى الله عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله عليه في الأولين والآخرين. يضيف الشافعي رحمة الله عليه يقول: ولذلك كل الطرق إلى الجنة مسدودة أي مقطوعة إلا من اقتفى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخوة؟ لأن الله تعالى قال محبته بمحبته، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله طاعته بطاعته صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله رضوانه برضوانه، فقال: فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال بيعته ببيعته، فقال سبحانه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ورتب الوعيد على مخالفته، فقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام دار الهجرة، فسأله قال: يا إمام، ما موضع إحرام أهل المدينة؟ تعرفوا من أهل المدينة؟ ومن مر بالمدينة وين يحرم؟ يحرم في ذي الحليف أبيال علي، هذا أبيال علي أهل المدينة، ومن مر بالمدينة فإنه يحرم في أبيال. هذا سليم يسأل ابن مالك رحمة الله عليه، قال: يا إمام، ما موضع إحرام أهل المدينة؟ قال الإمام: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما؟ قال: إنما هي أميال أتزيدها أبتغي بها أجرا. وقبل من الحليفة هذه تبعد تقريبا 10 كيلومترات عن المدينة أو يزيد، نحن في المدينة المنورة ونروح نجيب العمرة فيها. قالوا: علاش؟ قالوا: لأني حابب الدراسة. نزيد شكون يسلم؟
أطباء. الرسل الأنبياء وكيف طباء؟ يجيوا يداووه المرض. شوف ربي ايش عاد عندهم طباء. كيكون الطباء بزاف يكثروا ويداووا واحد المرض، عرف لي هذاك المرض؟ ماذا؟ خطير. مرض خطير. ربي كثر لهم الطباء، كل خطر طبيب. هذا سيدنا زكريا، هذا سيدنا يحيى. هذا سيدنا داود، هذا سيدنا سليمان، هذا سيدنا موسى، هذا سيدنا يوسف، عفوا هذا سيدنا يوسف، سيدنا موسى، سيدنا عيسى. الأنبياء كلهم لمن؟ لبني إسرائيل. قومنا. تقرأ القرآن على هذا القوم تتعجب. تبحث عن القوم حقيقة بني إسرائيل القرآن تتعجب. يجدنا التفوق. لماذا يجدون التفاوض؟ يجدون التفاوض في أتفه الأسباب. سيد قطب رحمه الله عنده كلام جميل جدا. قال كأن بني إسرائيل يجدون التفاوض في أتفه الأسباب. ما هي هذه الأسباب التافهة؟ يعني سيدنا موسى يقول له يا أقتلتوا واحد وحدوا بقرة وقعوا منها حتى الرجل والله راح يديك وضربوا ذاك المسيحية ويقول لكم شكون اللي يكسبني؟ أي أنا وش يدعو؟ يمتدوا من أمر الله؟ ما قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وعصينا، وش داروا سيدنا موسى؟ بداوا يدخلوا في المفاوضات مع الله تبارك وتعالى البر. شوف قضية واحد بني إسرائيل يقصر واحد. واحد من بني إسرائيل يقصر واحد، نعم. دازوا بني إسرائيل بيناتهم، روح طاحت. قال شكون اللي قتل هذا السيد؟ شكون اللي قتله تقابلوا؟ قال الدنيا ودي هذه قبيلة وهذه قبيلة. قالوا واحد من العقلاء الناس عقلاء الناس كبار قالوا كيف تتقاتلون وفيكم نبي الله موسى؟ تقاتلون انتم مع سيدنا النبي كما موسى عليه السلام بن عمران. مشوا عند سيدنا موسى قالوا يا موسى يا نبي الله هذا السيد مات وانا شاكين شكون اللي قتله وما فهمناش شكون اللي قتله. اذا ندير لنا حج واش قال سيدنا موسى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. اذا ماذا فعل هؤلاء؟ اخذوا يفاوضون الله تعالى في البقره وتركوا لب واصل القضيه وهي القتل. ادعو لنا ربك يبين لنا مفاوضات مع الله تبارك وتعالى. بقرة كي دايره كي دايره الكوله تاعها كبيره صغيره تدخل في المفاوضات. سبحان الله العظيم عشر الحجاج. ولذلك هكذا القوم يا اخوه بني اسرائيل النبي عليه الصلاه والسلام حاصرهم وقاتلهم وامر بقتالهم لأنهم لئام ولأن تاريخهم أسود ومظلم أصولهم مضيئة ومشرقة أبناء الأنبياء إسرائيل ويعقوب عليه السلام لكن تاريخهم أسود ومظلم ولا نزكي عنهم أحد. إذا قلت بأن ما من نبي أرسله الله تعالى إلا بالإسلام وجاء بالإسلام والقرآن يخبرنا ولا ينبئك عن هذا مثل خبير. يقول الله تعالى حكاية عن إبراهيم وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما جاء من يعقوب عليه السلام إلا بالإسلام. قال تعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كلهم مسلمون. اضرب صفحا عن أن هناك ديانة موسوية أو إبراهيمية أو يهودية أو نصرانية. اضرب صفحا عن هذا. القرآن ينبئك. وقال موسى يا قوم إن كنتم وآمنتم بالله في سورة يونس فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا اجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وما جاء عيسى عليه السلام إلا بالإسلام. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال أنا أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله نشهد أننا مسلمون. بن قيس ملكة سبا لما جاء رسول سليمان وأدرك بأن سليمان نبيا وملكا ومات
وهي شمشمة خطيرة. لما جاءها رسول سليمان وأدركت بأن القضية خطيرة وبأن سليمان نبيه المرسل من الله، فكشفت عن ساقيها قالت إنه صوت ممرض من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وما جاء الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وقد وقفت على الكلمة التي تفضل بها الشيخ شاهد جلاله جزاه الله عن أوف الجزاء، وشكر الله له هذه الدعوة، هذا الحرص، هذا الشيخ الطيب الذي نحسبه من الدعاة ولم يزكي على الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام أيها الإخوة لم يزكي، لكنه إمام دعوة ورجل دعوة. وكذلك الشيخ نصر الدين، شيخ نصر الدين إمام هذا المسجد، رجل دعوة، إمام دعوة، يبلغ رسالة، يبلغ رسالة الله. فأسأل الله أن يثبتهم وأن يطلق عليهم صبرا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. أمسكوا بخيط قضية الرحمة عند النبي عليه الصلاة والسلام. أحبكم أجمع سيد النبي عليه الصلاة والسلام، أرفض يفر وما أرسلتك إلا رحمة للعالم. الشيخ شرجي، يعني الشيخ شرجي من موضوع الدروس، وبعد لحظات رجع الى المسجد النبوي وقال: اين محمد؟ فاعترضه
ماذا قال؟ ثم ما قال: والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلى قلبي.